أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. عندما تكون السذاجة رزق وإدعاؤها سبوبة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة 725 يستهلها المهندس عدلي بطرح غريب: عندما تصبح السذاجة رزقا وادعاؤها سبوبة. سبوبة خير. بعض الناس اللي هو ايه، رزق العبط على المجانين. مش عايز اقول الفاظ ما بحبش استخدمها، لكن الامور الواضحة يا استاذ ابراهيم، الحقيقة يعني لما يتم تناولها بشكل يجافي وضوح المنطق، ويعني يبين ان اللي قدامه اكنه مش واخد باله، فيكون سبب ان هو يعني يبقى مطلوب وترند، وان هو يسوق فيها ويعمل ساذج فعلا علشان تبقى سبوبه. كثير من القضايا هنتناولها دلوقتي هقول لك هو صاحبها مش عارف الحقيقه، عارف لكن استهبال. ليه بيتكلم كده؟ ركوب الترند ورغبه في العبط. ده الكلام المهم جدا في هذه الحلقه وهذه ابرز عناوينها. مقالي ومقاله: الأهلي، الدور والمسؤولية. الغربال، قوة الحق وحق القوة. وبعضمة لسانه، العرب وشرف القيادة الأهلوية. والشموع الحمراء عن عمر سلطان باشا. لكن أسرار الملك عن الرحالة العاشق. ومجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المحتوى المهم، لكن قبل ما ندخل فيه عايز أطمن حضراتكم على دفتر أحوال الإصابات، كشف حساب مستشفى الأهلي زي ما المهندس عدلي طلب امبارح تحديدا. قال لي حاجة تخض جدا: لعيبة المنتخب المصابين، لعيبة الأهلي، التدريبات بتاعة الأهلي، أخبار كتيرة عن الإصابات، مباراة الرجاء المغربي في الكونفدرالية خلاص هانت، احنا مباراة في الدوحة والفريق احتمال يسافر الجمعة الجاية إن شاء الله، ومن ثم كان لازم نحط حضراتكم في الصورة ونطمنك يا باشمهندس على كل لعيبة. بإذن الله يكون في أخبار مطمنة يعني. طيب، بالاتصال بالدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق هقول لكم كشف الأحوال الطبية واحد واحد. بالنسبة لأيمن أشرف اللي موجود مع المنتخب في الدوحة، أصيب بكدمة شديدة في الركبة. كان تشخيص الجهاز الطبي لمنتخب مصر إنه في احتمال يبقى فيه جزع في الرباط الداخلي للركبة. عمل أشعات وعمل بعض الفحوصات وراح مركز سباير، أحد المراكز الطبية العالمية في الدوحة. الدكتور أبو عبلة بيأكد إنه المسألة هي كدمة ولا مش جزع، وبالتالي مش هيشارك مع المنتخب في المباريات اللي باقيه في كأس العرب، لكن بإذن الله عنده أمل كبير وعنده فرصة زي ما أكد الدكتور أبو عبلة بناء على الاتصالات اللي بينه وبين الدكتور محمد أبو العيلة الطبيب المنتخب، إنه يكون الألم بيتحسن، فالحالة إيجابية، تطوراتها إيجابية مطمئنة، فهناك أمل إنه إن شاء الله أيمن أشرف يلحق بالأهلي في مباراة السوبر إن شاء الله. طيب، محمد الشناوي حارس المرمى الدولي الكبير عمل أشعة نتيجها كويسة جدا، كان بيعاني فقط من إجهاد نتيجة لتوالي المشاركات، ريح شوية، عمل أشعة جت مطمئنة جدا، النهاردة يمكن يدخل مع المنتخب في تدريب خفيف أو دخل بالفعل في مران خفيف، عنده فرصة يشارك في مباراة تونس يوم الأربعاء. حمدي فتحي عنده نفس الأمر، الأشعة أظهرت أنه ما فيش حاجة مزعجة خالص، هي مجرد إجهاد عضلي، هيكون متاح في المباراة اللي جاية أمام تونس لدى كارلوس كيروش. دول بالنسبة لثلاثي أعضاء المنتخب الوطني. أيمن أشرف بره كأس العرب للنهاية، لكن في أمل كبير أنه يلحق بمباراة السوبر إن شاء الله. حمدي فتحي والشناوي جاهزين مع المنتخب، عندهم فرصة يشاركوا لو كارلوس كيروش احتاجهم في مباراة تونس، ومن ثم هيكونوا إن شاء الله جاهزين مع الأهلي في مباراة الرجاء. علي معلول الظهير الأيسر التونسي الدولي
شارك في تدريبات منتخب تونس من يومين، كان عنده إصابة عضلية أيضا، مفيش أي مشكلة حاليا. الدكتور أحمد أبو عبلة تواصل مع الدكتور سهيل الشاملي. سهيل الشاملي ده طبيب المنتخب التونسي اللي طمنه على حالة علي معلول، وكان اتخذ كل الإجراءات التحذيرية بعدم إشراكه في المباراة اللي فاتت، اكتمل شفاءه، ومن ثم قد يظهر علي معلول مع المنتخب التونسي ضد منتخب مصر يوم الأربعاء، وهنلاقي جبهة عكس بعضيها. أكرم توفيق مدافع النادي الأهلي في الناحية اليمين هيواجه علي معلول ظهير أيسر المنتخب التونسي، زي ما هنلاقي في أكتر من ثنائيات في هذه المباراة اللي هنقول لحضراتكم عليها. طيب هنا بقى في اللعيبة اللي موجودة مع الأهلي، أحمد عبد القادر كان بيعاني من إصابة في العضلة الضمة قبل توقف الدوري في مباراة سموحة، كان بدأت بوادرها شوية لكن هو كان تحامل وكمل مع الراحة، لما رجع يتمرن بدأت تظهر أثار هذه الإصابة، بيخضع لتدريبات تأهيلية، والدكتور أحمد أبو عبلة مطمئن بنسبة كبيرة ومتفائل أنه أحمد عبد القادر إن شاء الله يمكن التمرين الأولى والثانية في الدوحة ما يلحقش بيها، لكن ابتداء من التمرين الثالثة يعني قبل المباراة بأربع أيام يكون جاهز وتحت أمر مستر بيتسو دي موسيماني. دي من ضمن الإصابات اللي شخصيا أنا بنزعج منها يعني. محمود متولي كان متعرض لإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي الودية أمام طلائع الجيش، دي إصابة رخمة شوية هتبعده من 4 لـ6 أسابيع. حظ وحش قوي الحقيقة. الحقيقة الملاحظ محمود متولي حظ وحش قوي، لكن الغريب إن الإصابات مع تكرارها مختلفة، مفيش إصابة في حالة معينة. ما حدش هيقدر يقول لك دي مزمنة يعني. خالص يعني، مرة أمامية مرة خلفية مرة أنكل مرة ركبة مرة ظهره، حاجات مختلفة. سوء بخت، نتمنى له منه كل الشفاء يا رب. بينما طاهر محمد طاهر كانت عنده كدمة وخد راحة لكن رجع وبيتمرن، وعمار حمدي أيضا كان عنده إصابة خفيفة خف منها وجاهز وبيشارك في تدريبات الكورة. إذا عمار وطاهر الاتنين بيدعموا صفوف الفريق، متولي هيغيب 4 لـ6 أسابيع، الباقي أحمد عبد القادر هيكون جاهز قبل مباراة الرجاء إن شاء الله. إن شاء الله. صلاح محسن كان تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال فترة الأجازة يعني قبل ما يتوقف الدوري، في التدريبات الأخيرة كان بدأت بوادر شد في العضلة الخلفية، الجهاز الطبي بيقوم بتجهيزه. محددش الدكتور أحمد أبو عبلة لغاية دلوقتي الفترة اللي محتاجها صلاح محسن، لكن عنده أمل إن خلال اليومين اللي جايين تكون وضحت رؤية صلاح محسن ويقدر يحدد فترة غيابه ممكن تبقى قد إيه. إذن كل هؤلاء اللاعبين اللي ضحكك على صلاح محسن يجي لك ناس يقول لك صلاح محسن زعلان لانه ما بيشاركش الفتره الاخرانيه، والراجل مصاب، والراجل يعني ما ده من ضمن الايه دعاء للسذاجه يعني. صحيح. طبعا قبل كاس العالم وقبل ما الفريق يسافر كان لازم الجهاز الطبي ياخد كل احتياطاته من ناحيه التطعيمات والمسحه، اجرى الدكتور احمد ابو عبله مسحه اخيره للعيبه عشان يطمن بشكل ما يتفاجئش بأي حاجة كإجراء استباقي مبكر، اطمن إن المسحة سلبية لكل اللاعبين والجهاز الفني. يمكن كان الثلاثي مساعد مستر بيتسو موسيماني كانوا رجعوا من جنوب أفريقيا من أجازتهم، محلل الأداء ومساعده وأيضا المدرب، وتم إخضاعهم للفترة العزل المنزلي لمدة 7 أيام، والحمد لله في حالة جيدة. الحمد لله. معانا الدكتور سعد الشلبي، لأن في حدث يا استاذ ابراهيم مهم امبارح، افتتاح الصالات المغطاه والحاجات دي، والدكتور سعد انا كنت بتناقش معاه له وجهه نظر. طيب اذا بعد ضربه البدايه هنشوف اهم شيء في مقالي ومقاله. الاهلي الدور والمسؤوليه، الاهلي عليه دور كبير، عنده مسؤوليه كبيره فيها تفاصيل كثيره لا ينبئنا بها قدر الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير يا كابتن عدلي. اهلا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ دكتور سعد، وانا بتناقش معاك من يومين كده الحقيقه انت نورت لنا جانب مهم جدا يقوم به النادي الاهلي من خلال المنشآت، اللي هو غير الجانب التقليدي انك بتتيح ملعب لافراز ابطال. لو سمحت عايزين تقول لنا ايه الجوانب التي يستفيد منها
المجتمع وتستفيد منها الدولة من خلال هذه المنشآت. يعني في الحقيقة يا كابتن عمي زي ما حضرتك ذكرت كده، احنا امبارح كنا في غاية السعادة بافتتاح 4 صالات جديدة، هم 3 لكن بيضموا 4 لعبات في الحقيقة، واحدة للكاراتيه وفيها 6 أقصطة، وأيضا واحدة للسكواش فيها 8 ملاعب سكواش وتنس الطاولة، بالإضافة إلى الصالة الأخرى يعني الثالثة هي فيها أيضا يعني رياضة الجمباز أو صالة الجمباز. وكنا في الحقيقه شفنا، يمكن تابعته من خلال قناه النادي الاهلي، شفتوا عدد اللاعبين اللي موجودين في كل صاله من الصالات، شفتوا اولادنا الناشئين واللي هم بيرسموا مستقبل الدوله المصريه في الحقيقه، واللي بيحرص دايما فخامه السيد الرئيس على انه يوفر لهم كل السبل. وبالامس القريب كان لدينا ابننا احمد من اصحاب الهمم الذي لبى فخامه الرئيس طلبه بأن يكون ممارسا لرياضة السباحة في النادي الأهلي، وده بيعكس ثقة القيادة السياسية في أن النادي الأهلي في الحقيقة بيلعب دور وطني مهم جدا جدا. يمكن ده في بعض الأحيان دول لا تستطيع أن تلعب هذا الدور في توفير بنية تحتية بهذه الضخامة وبهذه الروعة من التجهيزات، وفيها أيضا أفضل التجهيزات على مستوى العالم. يمكن كان معانا امبارح رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وعندما شاهد هذه الصاله وشاف في الحقيقه الشركه المورده لتجهيزات صاله الجمباز، قال ان دي افخم ماركه في العالم موجوده في كل دول العالم المتقدم في رياضه الجمباز تستخدم هذه الخدمه. ده الاستاذ ايهاب امين، رئيس الاتحاد. بنبارك له، هو القائمه بتاعته نجاحها بالكامل يعني. يعني ده كان اتفضل. حصل حاجه في الصوت ولا ايه؟ اتفضل يا دكتور. كان موجود امبارح، وفي الحقيقه طبعا شفتوا حضراتكم التجهيزات اللوجستيه اللي هي حوالين من الصالات، مش بس الصالات كمان بتخدمها مجموعه من المنافذ الرئيسيه عشان يبقى في تكامل لمجموعه الخدمات. الاسر عندما تذهب الى مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد ايضا هي تريد ان تستمتع بوقتها، وهي تنتظر ابنائنا من الممارسين الرياضيين صغار السن بينتظروا. ايضا هذه المنافذ هي ايضا جزء من مجموعه الخدمات اللي بيقدمها النادي الاهلي واللي تم افتتاحها مع الصالات. يمكن حضراتكم كنتوا متابعين امبارح الكابتن محمود الخطيب بعد ما تفقد الصالات الرياضيه في الحقيقه، وكان كمان في على هامش هذا الافتتاح احتفال بواحده من نجوم المستقبل اللي هي صناعه النادي الاهلي، بنتنا هنا جوده في الحقيقه، والاحتفال بعيد ميلادها وهي ايضا فائزه بميدالية عالمية ذهبية. يعني الناس لازم تبقى شايفة النادي الأهلي بيقدر يعمل إيه للرياضة المصرية، ليس فقط لأبناء النادي الأهلي ولكن لصالح الرياضة المصرية. شفنا إن في عملية اتفاق حصلت من أحد المنافذ، شفنا أكثر من 16 واحد بيشتغلوا في هذا المنفذ، شفنا عدد العاملين اللي في الصالات اللي موجودة جديدة، شفنا أفراد الأمن اللي ايضا تم تعيينهم وتوظيفهم عشان يخدموا حركه تدفقات الاماكن الانتظار الخاصه بالسيارات الخاصه بهذه المنطقه الجديده، شفنا الولاد اللي بيشتغلوا في اللوكرات الجديده وغرف خلع الملابس الجديده، عند حضرتك 134 فرصه عمل انجزتها هذه الصالات لمين؟ للناس اللي هيتوظفوا بشكل دائم، قبلها كان في مرحله تشغيل الشركات اللي هي بنت هذه الصالات ايضا هي ساهمت في توفير فرص عمل للمجتمع المصري. احنا كمان المنافذ دي بتوفر فرص عمل لابنائنا من الشباب، وفي الحقيقه ده يمكن دور الناس مش واخده بالها منه. يمكن انا كنت وانا بتناقش فعلا مع الكابتن عدلي الرمز الجميل بتاعنا والاستاذ ابراهيم المنيسي، بقول له يا كابتن عدلي انت عارف عشان توفر فرصه عمل النهارده انت محتاج تستثمر اكثر من 500,000 جنيه عشان توفر هذه الفرصه ويبقى ليها استدامه. الناس مش واخده بالها من الكلام ده. هو الحاجه الثانيه ان الشركات المورده لهذه التجهيزات هي ايضا بتدفع ضرائب تروح لصالح الخزينه العامه عشان نقدر الدوله المصريه نلعب دور مساهم ايضا في توفير مصادر تمويل للموازنه العامه للدوله المصريه اللي احنا فخورين بيها، عشان فخامه الرئيس ايضا بنشوف النهارده وهو بيقود حركه تنميه كبيره وضخمه بيشهد بنجاحها وكفائتها كل دول العالم. فالنهارده الدوله محتاجه تدفقات ماليه جديده، ايضا احنا
بنلعب دور في هذا المجال، عشان النهارده عشان حضرتك يمكن مجلس الاداره الموقر اخذ اختصاصات الجمعيه العموميه نتيجه لعدم اكتمال صحه الانحفاض، وبالتالي كان احد الاهداف الرئيسيه لمجلس الاداره هو زياده رسم العضويه ورفعها من 250 الف جنيه الى 350 الف جنيه والبدء في تفعيلها. يمكن مجلس الاداره كان حريص ايضا انه يسمح لاعضائنا وابناء النادي الاهلي اللي عندهم رغبه ان هم يبقوا موجودين في النادي الاهلي نتيجه لهذا التطوير اللي بيشوفوه في الحقيقه، نتيجه لهذا التطوير. دكتور سعد، انا مش قصدي اقطعك لكن عايز اتوقف عند النقطه دي، لان الخبر بيقول الزياده هتطبق من ابريل، ايه الحكمه في هذا الامر؟ في الحقيقه احنا حبينا ندي فرصه لاكبر عدد من الاعضاء ان هم يستثمروا هذا القيمه الماليه في الحقيقه في الفتره دي، ويقدروا ياخدوا اجراءاتهم كمان عشان دي نهايه سنه ماليه وبيبقى في توزيعات مركزيه من الافراد اللي ليهم ودائع في البنوك او الى خلافه، فحبينا في الحقيقه نديهم الفرصه دي عشان يلحقوا يشتركوا. فمجلس الاداره الموقر سامح ان التطبيق ده، تطبيق هذه الزياده في الرسوم يبقى من 1/4. وفي الحقيقه هنا خليني كمان البس حاجه يا كابتن عادلي، ده ايضا دور مهم جدا في الاقتصاد الوطني احنا بنلعبه، لان حضرتك انت تعلم جيدا ان احنا لما بيبقى عندنا قيمه الاشتراك السنوي بتاعنا 250 الف جنيه احنا بنمرر، او العضو بتاعنا اللي بيشترك عندنا في النادي الاهلي بيمرر لصالح الموازنه العامه ايضا 14% قيمه القيمه المضافه على هذه العضويه لصالح الموازنه العامه، لصالح العام بتاع الدوله المصريه. ده كمان احنا يعني دور احنا في الحقيقه فخورين بيه وحريصين عليه، على ان يكون النادي الاهلي هو احد الشرايين الرئيسيه في الاقتصاد الوطني. يعني في دور ضخم بيلعبه مؤسسه النادي الاهلي في الحقيقه، واحنا بنفتتح امبارح الحاجات دي كلها بنبقى حاسين بحاله من الزهو والفخر بالنادي الاهلي ومسؤوليته تجاه الدوله المصريه في الحقيقه، اللي منذ نشاته هو حريص ان هو يؤديها في الحقيقه. وده يمكن حتى الكابتن محمود كان حريص ان يتواجد من الصباح الباكر، يمكن الافتتاح احنا افتتحنا بدانا الفعاليات الساعه 5، لكن كان حريص على انه ياخد جوله في كل ارجاء الفرع الشيخ زايد ويتابع حتى المشروعات ايضا اللي بيتم استقبالها في الفتره القادمه، زي المبنى الاجتماعي اللي موجود على 1200 متر في الشيخ زايد، ايضا بيتابع ملعبين كره قدم، بيتابع انشاء 4 ملاعب بدل، بيتابع ايضا قطعه الارض الجديده اللي هيتم تخصيصها لحمام سباحه جديد، بيتابع منطقه الجيم الجديد. في الحقيقه حركه اقتصاديه رياضيه ضخمه جدا جدا. انا في الحقيقه يمكن كانت الظروف بتسمح لي ان احنا نروح نسافر دول كثيره، قد تكون هذه الدول غير قادره على القيام بهذه المسؤوليه الضخمه اللي بيقوم بيها النادي الاهلي في الحقيقه، وده كل يوم بيعزز قيمه ومكانه النادي الاهلي كمؤسسه وطنيه في الحقيقه، ده حاجه كلنا فخورين بيها. طب دكتور معلش، واحنا دلوقتي داخلين خلاص على شهر يناير، احنا بنتكلم في نص ديسمبر، مجلس الاداره مشكورا ادى الراغب في عضويه النادي الاهلي فرصه يشتغل بالاسعار الحاليه قبل ما تزيد 100,000 جنيه مره واحده فيما بين عضويه الجزيره، عضويه الشيخ زايد وعضويه التجمع، من 250 هتبقى 350، مش كده؟ تمام. ده في 1 ابريل، يعني 1 ابريل لحد 31 مارس يستمتع بالاسعار القديمه، فعنده فرصه خلال 3 شهور. اللي بيسمعنا دلوقتي لو عنده الرغبه وشايف هذا التوسع في المنشات اللي تخدم ولاده واللي ترعى ولاده سواء في الشيخ زايد او الفرع الكبير اللي هيفتتح في التجمع، الراغب في العضويه يعمل ايه بالظبط كاجراء؟ في الحقيقه يعني احنا كنا حريصين ان احنا نسهل، الكابتن محمود كان حريص مش عشان الناس اللي موجوده في التجمع لابد ان هي تتجه الى مقر جديد. احنا دلوقتي يا دكتور سعد بنستعرض على الشاشه، اعتقد دي المنشات اللي هتبقى في التجمع. المنشات اللي موجوده في التجمع اعتقد ان هي هتبقى واحده من افخم المنشات اللي موجوده في كل الانديه، مش بس في الدوله المصريه، على كل مستويات الدول العربيه في الحقيقه. واحنا يمكن معانا واحدة من الشركات الوطنية الكبيرة اللي احنا بنثق فيها هي اللي بتقوم بعملية تنفيذ هذا المشروع، لكن أستاذ إبراهيم سأل في الحقيقة
سؤال في غايه الاهميه، يمكن المتابعين والمشاهدين في الحقيقه لقناه النادي الاهلي اللي احنا بنحتز بيها هم كمان عندهم بعض التساؤلات. استاذ ابراهيم في الحقيقه كان اخذ هذا الدور وطرحه، احنا ممكن تتوجه الى مدينه نصر، فرع النادي في مدينه نصر ايضا، وتقدم على الاشتراكات في كان في فرع الجزيره او في التجمع او في الشيخ زايد، ولو حابب انك ايضا من سكان منطقه زايد وعايز تشترك في اي من الفروع الثلاثه ممكن تتوجه الى الشيخ زايد، او لو انت حضرتك في منطقه وسط البلد في الحقيقه ممكن تتجه لمقر الجزيره المقر الرئيسي وتقدر تشترك من هناك. وبالتالي دي عمليه واحده من عمليات التسهيلات. ايضا احنا يمكن النهارده حطينا على قناه النادي الاهلي مجموعه من وسائل الاتصال اللي يمكن عنده اسئله او استفسارات عن الاوراق المطلوبه للادويه على الرغم ان هي موجوده على الموقع الالكتروني، او طريقه سداد رسم العضويه. احنا عاملين اكثر من نموذج في الحقيقه، وايضا عاملين مجموعه من التسهيلات للمجموعات ايضا او للمؤسسات الخاصه، وده كان ضمن قرار مجلس الاداره اللي اتخذه في الفتره الماضيه، بحيث ان هو يمنح قدر كبير من التسهيلات سواء كانت الاقساط او قيمه مقدمات العضويه. في الحقيقه ده كله احنا عملناه وموجود في الفروع كلها، تقدر المشاهدين الكرام يقدروا يتابعوا ده من خلال فروعنا كلها اللي موجوده في مدينه نصر او في الجزيره او في الشيخ زايد. يعني يروح اداره الاشتراكات في اي فرع؟ في اي فرع. مش بالضروره يتوجه الى المقر الرئيسي. يعني التجمع دلوقتي في مكتب لاستقبال الراغبين في الانضمام. ده هنبدا من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، من الاسبوع القادم هيبقى فيه مهم جدا ده. في التجمع موجود مكتب بيحصل بيقدم اوراق الاستقبال بتاعت الاعضاء الجدد ان شاء الله. لان في ناس كتير جدا خصوصا من سكان وقطيني التجمع والمدن الجديده كانوا وهم بيشتروا الوحدات بتاعتهم بيسالوا عن امكانيه الالتحاق بالنادي الاهلي، فاحنا من خلال هذه المكالمه والان بنقول لهم الاسبوع الجاي تقدروا تروحوا المركز النادي في التجمع وتشوفوا بنفسكم الانشاءات وتقدروا تحصلوا على فرصه الاشتراك. يعني ان شاء الله يا كابتن. عضو التجمع لحين الافتتاح مسموح له ارتياد الجزيره مش كده؟ مسموح له ارتياد المقرات الرئيسيه واحنا محددين حتى يعني مش هيتعطل، يعني حتى لو اشترك دلوقتي هيتردد على فروع النادي الاخرى القريبه من بيته لحين الافتتاح ويبقى يستقر في الفرع اللي هو اشترك فيه ان شاء الله. دكتور سعد، طيب انا الحقيقه انبسطت قوي من فكره انك بتستعرض لنا فرص العمل التي تتيح هذه المنشآت. توقعك كده او حتى الان ثم حتى الافتتاح، فرص العمل اللي سوف يتيحها فرع التجمع. احنا يعني احنا شغالين على الموضوع ده يمكن من فتره، ان احنا بنشوف بنعمل الهيكل التنظيمي لفرع التجمع ان شاء الله، وزي ما حضرتك عارف ان هيبقى فيه نفس الوظائف اللي موجوده في المقرات الرئيسيه. احنا تقريبا بنتكلم على ما يقرب من 300 وظيفه احنا بنشوفها في التجمع، سواء كانت بدايه من راس الهيكل التنظيمي، مدير فرع، ثم ادارات الامن، ثم اداره الاشتراكات، ثم اداره الخدمات ايضا موجوده فيها، ثم المنافذ اللي هتقدم خدماتها جوه. يعني في احنا بنقول عليها وظائف مباشره بتقدم من خلال النادي الاهلي، او وظائف غير مباشره بتقدم من مقدم الخدمات داخل النادي الاهلي، زي المنافذ اللي هتخش وتشتغل اللي كانت موجوده عندنا. وبالتالي ده دور مهم جدا، يمكن البعض ما بيشوفوش بشكل واضح، لكن ده واحد من اهم الادوار الرئيسيه في الاستراتيجيه المصريه، هي توفير فرص العمل للشباب المصري. دي واحده من المهام الرئيسيه حتى للوزاره المعنيه بذلك، هي وزاره الشباب والرياضه. المفروض ان هي بتعمل عمليه تاهيل عشان الشباب ده يقدر يفوز بفرص عمل وظيفيه. مش بس كده، ده احنا كان عندنا بالامس القريب عندنا كنا بنفعل بروتوكول التعاون بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه في تخريج اول دفعه. اول دفعه كان فيها 50 خريج اللي هم بنأهلهم عشان نمكنهم من امتلاك المهارات اللي محتاجه تطورات سوق العمل الرياضي، يعني زي الصالات اللي حضراتكم شفتوها
مش هي الصالات اللي كانت موجوده من 20 سنه ومن 30 سنه، وبالتالي بتتطلب مجموعه من المهارات ليها نو هاو تاني يعني. اه لها نو هاو ثانيه، فاحنا برضو الدور ده بنكمله بشكل رائع جدا. النادي الاهلي عاملين بروتوكول مع الجامعه الامريكيه، احنا في الحقيقه خرجنا اول دفعه كانت يوم السبت عندنا في الزياره للنادي الاهلي عشان تشوف المهارات العمليه اللي ممكن تطبقها. يعني بنعمل كل المشروعات بتاعتنا بشكل متكامل، بتقدر توفر فرصه عمل، بتقدر تاهل الكوادر عشان تفوز بفرص العمل اللي موجوده داخل السوق المصري، بتقدر توفر البنيه التحتيه للممارسه الرياضيه، سواء كانت للعيبه النادي الاهلي اللي بيمثل 50% من المنتخبات الوطنيه المصريه. دكتور حضرتك بكره في اجتماع لمجلس الاداره مش كده؟ ان شاء الله بكره عندنا الجلسه المستمره بتاعت اول جلسه للانعقاد في الدوره الجديده لمجلس الاداره الجديد ان شاء الله. ان شاء الله. النادي النهارده طلع بيان تعليقا على الموقف مع اتحاد الكره وازمه الارتباط او تداخل المواعيد، حضرتك ليك تفسير فيها؟ هو في الحقيقه احنا طبعا يعني تلقينا التصريح الايجابي واللي بيعكس مسؤوليه كبيره من المهندس احمد نجاهد، واللي بيؤكد فيه على ان النادي الاهلي سوف يشارك في بطوله كاس العالم للانديه بلاعبته، وايضا المنتخب الوطني سوف يشارك ايضا في بطوله القاره الافريقيه. وفي الحقيقه هنا مصر مصر، يعني ايه مصر مصر؟ ان المنتخب الوطني سوف يمثل الدوله المصريه، وان ايضا النادي الاهلي سوف يمثل الدوله المصريه، وبالتالي كان لابد ان تتهيأ الظروف لكل ممثلي مصر سواء كان المنتخب الوطني او النادي الاهلي ان يمثل كل منهم الدوله المصريه بافضل صوره ممكنه، وبالتالي كان لابد ان يحتفظ النادي الاهلي بلاعبته حتى يستطيع ان يمثل الدوله المصريه والقاره الافريقيه في بطوله كاس العالم للانديه، وبالتالي كان هناك تحمل المسؤوليه وتحملها بشكل ايجابي، وبالتالي كان هناك تقدير من النادي الاهلي وبلغ الجهاز الفني، بحيث ان الجهاز الفني حاله القلق التي اكتسبت الجهاز الفني خلال الفتره الماضيه تزول تماما، ويبدا ان يضع خططه للاستعداد لهذه البطوله الكبيره التي حقق النادي الاهلي خلال مشاركته فيها مستويات متقدمه منها المركز الثالث. نطمح ان يكون لدينا فرصه ايضا لنرتقي في مستوى التنافس في هذه البطوله. اللي فهمته ان الخلاف لم يكن خلافا شخصيا، بدليل ان بمجرد النادي ما شعر ان في جهد من الاتحاد المسؤول عنه لحل هذه المشكله بادر بشكره. فالمساله كانت ان النادي الاهلي عايز يشعر ان في حد شايل الهم، لان ليس هذه مواجهه بين الاهلي والمنتخب، ولكنها زي ما حضرتك قلت مؤسسات بتمثل مصر، والاثنين عايزين يحتفظوا باقوى فرص المنافسه. ومن ثم كان يعني امنيتنا ان الاتحاد المعني يهتم، فالتصريح ده أوضح أن هناك اهتماما وهناك جهودا. أنا بس حبيت أوضح أن المسألة لم تكن موجهة من أشخاص لأشخاص ولا مؤسسة لمؤسسة، ولكن كان يعني رجاء وتوقعا أن النادي الأهلي يشعر أن هناك من يعتني بحل هذه القضية، وقد حدث. تتمنى أن يوصل لنا حاجة رسمي، ولا تتوقع مكالمة، ولا إيه اللي احنا منتظرينه دلوقتي؟ هو احنا في الحقيقه جوابنا بيأكد خلاص ان ده اطار رسمي، بمعنى يا كابتن عبد زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، هو كان كل حرص النادي الاهلي ان الاتحاد الوطني له مسؤوليه واضحه اقرها النظام الاساسي للاتحاد المصري لكره القدم، واقرها ايضا الاتحاد الدولي ان هناك مسؤوليه للاتحادات الوطنيه هي المسؤوله عن التواصل ما بين الانديه الوطنيه والانديه الاتحادات القاريه والاتحاد الدولي. وفي الحقيقه احنا كل مطالباتنا كانت بتركز على ان احنا نمنح الاتحاد الوطني سلطاته كامله وان يتولى تحمل هذه المسؤوليه. وفي الحقيقه الاتحاد الوطني كان له ايضا دور ايجابي، واحنا نوهنا لده، احنا لم ننتقد احد، احنا قلنا الاتحاد الوطني كان له دور ايجابي مع بعض الانديه المصريه زي نادي بيراميدز ونادي المصري اللي سمح للاعبتهم باستبعادهم من المنتخبات الوطنيه حتى يتسنى ليهم ان هم يشاركوا في بطوله الكونفدراليه. احنا كنا حريصين ان نبرز هذا الدور الايجابي، نحن لا نركز على اي امور سلبيه، وعندما كان هناك تصريح ايجابي من رئيس الاتحاد المصري او رئيس اللجنه المؤقته المهندس احمد مجاهد تلقاه
تفاهم النادي الاهلي ايضا بطريقه ايجابيه، ولكن النادي الاهلي كان حريص على ان يتلقى هذه الايجابيه بشكل رسمي، وان هو يبادر بارسال الخطاب. ده كان كل الموضوع، والموضوع اصبح في اطاره الرسمي. تمام. نتمنى ان الرياضه المصريه ما تتعرضش لمثل هذه الازمات الغير مفهومه والغير مبرره، وان كلنا نقف في ظهر بعض، لان لينا هدف واحد، رفع اسم مصر في كل المحافل. دكتور سعد، عندك اي اضافات اخرى بالنسبه، يعني احنا فهمنا دلوقتي الجزيره، وقبل كده كنا شفنا مدينه نصر لحد الجراج اللي تم افتتاحه، ثم التجمع، واليوم الشيخ زايد. هل هناك امور اخرى تريد ان توضحها لنا، مثلا ليه علاقه بالشركات، ليه علاقه بما قد يسفر من نشاط هذه الشركات ايضا عن فرص عمل؟ و النهارده شركه الاهلي لكره القدم اعلنت ايضا على مجموعه من الوظائف المعلنه على الموقع الرسمي للشركه ايضا، كان هناك وهناك اكثر من 1148 متقدم لوظائف شركه الاهلي لكره القدم على فكره. وفي الحقيقه ده ايضا فخر ينضم الى الفخر الاخر كان في الفروع اللي احنا بنشتغل عليها. ايضا شركه الاهلي للخدمات الرياضيه كانت متواصله النهارده مع الكابتن محمود لترتيبات السفر في الحقيقه الى دوله قطر لماتش السوبر، وكان هناك ترتيبات خاصه بتجهيزات الطائره التي سوف يكون عليها الفريق او ترتيبات اخرى. الشركه ايضا تستعد لكاس العالم للانديه، وترتب على رحلات ايضا قد تقدمها لجمهور النادي الاهلي اذا سمحت ظروف الجائحه الحاليه. يعني الشركات تعمل على قدم وساق. ايضا هناك شركه المنشات الرياضيه تتابع التصميمات ايضا. يعني في الحقيقه النادي الاهلي كل احترام وتقدير له، وده يمكن مش احنا اللي بناكده يا كابتن عدلي، ولا احنا اللي بناكده يا ابراهيم، دي اللي اكدته جائزه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما منحت النادي الاهلي افضل مؤسسه رياضيه عربيه. هذا ليس من فراغ. قول لحضرتك حفل التكريم للجائزه امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله يوم 9/1 ان شاء الله هيبقى تسليم الجوائز ان شاء الله في دبي في حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ان شاء الله. كابتن خطيب هيسافر؟ باذن الله ان شاء الله. كابتن خطيب كان يعني في الحقيقه بيقدم كل يوم نموذج اخلاقي جديد. عندما كانت هناك انتخابات اصر الكابتن محمود الا يتم الاعلان عن اسم ممثل النادي الاهلي في استلام الجائزه الا بعد انتهاء الانتخابات، حتى تسفر الانتخابات عن نتيجه واضحه، وده بياكد قيم النادي الاهلي. صحيح. تمام. دكتور، كنا سعداء باتصال حضرتك ووضحت امور كثيره لعل المشاهد استفاد منها كثير. وهذا التواصل مهم باستمرار يا دكتور، لان الناس بتبقى عايزه يعني تشوف هذه الجوانب اللي يمكن لا تطرح، ولكن طرحها اصبح حاكم ومهم. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. واعتقد اهم ما تحدث فيه واحنا بنتكلم على الدور والمسؤوليه للنادي الاهلي، هذا الدور الكبير اللي الاهلي بيلعبه من خلال البنيه التحتيه وتدعيمها وتقويتها والاضافه اليها، من خلال فرص العمل، من خلال الاسهام الكبير في رعاية رياضيين وإنجاب الكثير من الأبطال، لكن كان مهم جدا لراغب الانضمام لعضوية النادي الأهلي أو عائلة الأهلي. الدكتور سعد قال إن مجلس الإدارة مشكورا أبقى على الأسعار الحالية، تفعيل زيادتها من ابتداء من 1 إبريل فلغاية 31 مارس، يعني من النهاردة ل 31 مارس اللي عايز ينضم لعضوية النادي الأهلي زي ما الدكتور سعد قال هناك امتيازات أو هناك تسهيلات كثيرة، في تخفيضات، في تسهيلات كثيرة في نظام السداد عبر البنوك، فبالتالي كل من يرغب في الاشتراك عليه أنه يتوجه لأقرب فرع للنادي الأهلي بالنسبة له، يروح الجزيرة، يروح مدينة نصر، يروح الشيخ زايد، والأسبوع الجاي يقدر يروح إدارة الاشتراكات في التجمع الخامس ويشوف إيه الأوراق المطلوبة ويدخل في مسار الانضمام لعضوية النادي الأهلي أو عائلة الأهلي. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا الاهلي الدور والمسؤوليه الوطنيه الملقاه على عاتقه، والخدمه المجتمعيه اللي الاهلي حريص على القيام بيها، والامكانات اللي بيقدمها لاعضائه،
واللي بيسهل لهم فرص الانضمام الى عضويه النادي. ده كان كلام مهم في ضربه البدايه، لكن يبقى كلام كثير في الغربال، قوه الحق وحق القوه. ازمه مونديال الانديه وتعارضها مع كاس الامم الافريقيه ازمه كبيره لما تتعلق بمنتخب كبير زي منتخب مصر، واحد من المرشحين بقوه للفوز بكاس الامم الافريقيه، والنادي الاهلي احد الروافد المهمه والاساسيه والمؤثره في تكوين المنتخب الوطني، بل والاعتماد على بعض اللاعبين المميزين اعضاء المنتخبات الاخرى. فالقضيه كانت اكبر من كونها محليه، خدت كلام كتير على السطح وشفنا اهتمامات اعلاميه كتيره بيها. لما المهندس احمد مجاهد طلع بتصريحات مهمه على ان هناك جهود بتبذل في هذا الاتجاه يا باشمهندس، بدر النادي الاهلي في بيان اليوم زي ما كمان الدكتور سعد شلبي قال الى توجيه الشكر. وخلينا اقول لك بعض من مقتطفات هذا البيان. ارسلت اداره النادي اليوم خطابا لاتحاد الكره تؤكد فيه على تقديرها للجهد الكبير الذي بذله المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد لحل مشكله تعارض مواعيد بطولتي الامم الافريقيه المقامه بالكاميرون في الفتره من 9 يناير الى 6 فبراير، وكاس العالم للانديه بالامارات من 3 ل 12 فبراير، وتاكيده ان المنتخب الوطني سوف يشارك في بطوله الامم بكامل لاعبيه، وكذلك فريق الاهلي سوف يخوض فعاليات كاس العالم للانديه بكافه لاعبيه، وذلك في ضوء التصريحات التي جاءت على لسان رئيس اتحاد الكره لاحدى القنوات التلفزيونيه بالامس. اشار الاهلي في خطابه لان اداره النادي وهي تثق تماما في تصريحات المهندس احمد مجاهد قامت بابلاغ الجهاز الفني لفريق الكره للقيام بالترتيبات لتحضيراته الفنيه والبدنيه للمشاركه في كاس العالم للانديه، اخذا في اعتباره ان الفريق سوف يخوض هذه البطوله ومعه كل لاعبيه بمن فيهم الدوليون، وهو الامر الذي يحقق مبدا تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركه في كاس العالم. الاهلي اكد ايضا على انه يقدر تماما الدعم والمسانده اللذين قام بهما اتحاد الكره، خاصه ان فريق الاهلي يخوض مونديال الانديه ممثلا للكره المصريه بل للكره الافريقيه باكملها. تابعت تصريحات انا الاستاذ احمد مجاهد. ايوه. وشعرت بانها تصريحات جازمه. ولكن لم ترتقي الى حد التصريحات الرسميه. فاحنا طبعا هو ظهوره وانه قال الكلام ده هو هدى حاجات كتير. وكان يعني كنت اتمنى ان يكون هذا مبكرا شويه وايضا بتوجيه رساله طمانينه لمسؤول النادي الاهلي، مش ضروري في الاعلام ولا على المستوى الشخصي او ابلاغ مدير النادي او ابلاغ رئيس النادي، ما تقلقوش احنا باذن الله بندور على حلول، لان هي دي المشكله. احنا لما ناقشنا هذا الامر استاذ ابراهيم ناقشناه من منظور لماذا يترك الاهلي وكانه مسؤوليته وحيده وكان الموضوع مش مهم، لان في جهه مسؤوله عنك سواء في الاتحاد المصري او في الاتحاد الافريقي، وده اللي قلناه. كنا عايزين نشعر ان في دور وفي ناس شايله هم هذا الامر، وخصوصا لما تعرف ان اتحادات كتيره جدا بتلعب احتاجت لان لعبتها هتبقى مشغوله في اوقات حاسمه في افريقيا، سواء في امريكا اللاتينيه، في اوروبا، في 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 الشمال الافريقي، في يعني مش مساله كاس العالم للانديه بس. والناس فالمساله كل اللي انت طالبه دايما ناخذ بالاسباب، النتائج من عند الله سبحانه وتعالى. فهو حسنا فعل استاذ احمد مجاهد امبارح انه هذه رساله طمانينه مؤقته الى ان يصدر الامر الرسمي، وتهدي حاجات كتير جدا، لان حتى الاعلام كان واخد الموضوع كانه خناقه بين الاهلي بالزبط. وبين المنتخب بالظبط، وبعض الناس وجهوا في هذا الامر عن عمد، يعني واحنا هنا كنا دايما نقول ما شأننا بالمنتخب. المنتخب عايز يروح في احسن تمثيل، واحنا عايزين يروح في احسن تمثيل، والمسؤول علينا احنا الاثنين طبعا. جهه قويه تستطيع ان تتبنى هذه القضيه وتوصل لحلول. ما لم نكن في مواجهه اطلاقا كما اراد البعض
ايوه انا هقف معاك عند البعض لانه تصوير إن المساله مع المنتخب. تصوير المساله على ان احنا في عركه، لا ما احناش في عركه مع المنتخب تحديدا. بالعكس احنا اشد حرصا على ان يكتمل المنتخب بكل عناصره وقوته، وهنقول لكم بعض العناوين اللي الناس حابه تصورها كانها فعلا معركه رغم ان الامور واضحه جدا. هقول لكم بعض العناوين من المنشطات الصحفيه اللي تناولت هذه المساله وتشوفوا الامر تصويره على انه تصادم بين الاهلي والمنتخب لم يكن كذلك على الاطلاق. المصري اليوم قالت الاهلي يطالب الجبلايه بتحمل مسؤولياته في ازمه تعارض مونديال الانديه مع كاس الامم. لكن الشروق قالت الاهلي يرمي ازمه مونديال الانديه في ملعب اتحاد الكره. والنادي بيطالب الجبلايه بتحمل المسؤوليه ويرفض الانسحاب خوفا من العقوبات ويتحفظ على حل القائمه المفتوحه بعد طرحها للمره الثانيه. الجمهورية قالت بسبب تضارب المواعيد مع مونديال الأندية الأهلي يتحدى الجبلاية. هي ما فيش تحدي خالص، ده احنا بنقول لهم من فضلكم قولوا لنا هتعملوا ايه عشان تحلوا المشكلة. بالظبط. لن يهدد الأهلي في أي لحظة بأي شيء خالص. حتى هذه اللحظة يعني. الوفد قالت الأهلي ينتقد تجاهل الجبلية لأزمة المونديال. والجمهورية رجعت تقول طلب باجتماع رباعي لحل أزمة تضارب المواعيد. الأهلي يضغط، ومش ضغط هو طلب، لازم الامور تتحل عشان المدرب اللي الاهلي بادر بتطمينه، الراجل عنده ترتيبات فنيه محتاج يطمن، محتاج يرتب ورقه. الوطن قالت المنتخب يرفض توريطه في ازمه امم افريقيا ومونديال الانديه. وكذلك الاهلي بالظبط يرفض توريطه في هذه الازمه. الاخبار قالت كاس الامم الافريقيه في مهب الريح، الكاف حدد مواعيد البدايه ويدرس نقلها من الكاميرون الى قطر. ودي النقطه المهمه اللي ربما تكون فيها تفسير للكلام اللي المهندس احمد مجاهد قاله. ما تروحش متغطي، ما تروحش والنبي مع الكلام لحد ما تشوف هترسي على هي إيه؟ ان هي في الكواليس قد تكون اقرب للتاجيل. اصل الاتحاد برضه الاتحاد الافريقي ما هو ساهم في ازكاء هذا الامر، انه طلع قال كل شيء في ميعاده، والاتحاد الدولي قال كل شيء في ميعاده، فهم حطوك في حيره يعني. لكن الحقيقه برغم قوه الاهلي في الحق، والاهلي دايما وابدا زي اعتقد كل الناس اللي بتتابع مسيره النادي الاهلي، الاهلي دايما ما بيطبلش في حاجه بايظه، ما بيسعاش لحاجه ملوش حق فيها، ما بيدورش على حاجه مش من حقه. قوته في تمسكه بالحق والوضوح، لو ما لياش حق هنا مش هتكلم فيه، مش هدور عليه. ومع هذا وصف موقف الاهلي وهو بيتمسك بحقه المتصادم في المواعيد انه ايه؟ نشوف محمد شبان. اول مره في حياتي اشوف النادي الاهلي واقف لوحده كده في قلب معركه ومحدش بيمد ايديه. طول عمر الاهلي بينجح في انه يزرع ناسه في كل الكيانات والاتحادات، يعني كان مصطفى مراد فهمي في الاتحاد الافريقي محدث ولا حرك في الاتحاد المصري، طول عمر ليه رجالته وليه ناسه. لكن اول مره اشوف الاهلي يستجدي إن حد يقف جنبه في الأزمة اللي حصلت بتاعت كأس العالم للأندية، للدرجة إن الأهلي عمل بيان بيقول لاتحاد الكرة فيه لو سمحت، فيما معناه يعني اقف جنبي، تحمل مسؤولياتك وقف جنبي. هل الأهلي عمره كان كده؟ هذه أكتر مرة شعرت فيها بضعف النادي الأهلي حقيقي، ما حصلش قبل كده. ده كان كل الكيانات بتنتفض لما تحصل أزمة في الأهلي، إن شاء الله حتى ضربة جزاء. شوف هو يعني الصياغات اللي قالها الأستاذ محمد صياغات ذكية ومتناقضة. يقول لك النادي الأهلي واقف لوحده، ودي أول مرة، وكان له رجالته دايما. لا محمد بيه، الأهلي عمره ما اعتمد إن له رجالته في كل حتة، بدليل ان اتحاد الكوره اللي حضرتك بتقول رجالته ده بقاله اربع خمس سنين في لجان ما فيهاش حد من النادي الاهلي، يعني اللي بيديرها ناس شفنا مواقفها بتعمل ايه بقالها ست سبع سنين مع النادي الاهلي في كل لجان الاتحاد. لكن النادي الاهلي زي ما قال الاستاذ ابراهيم يا محمد بيه انه ما بيجيش في الهيفا ويتصدر، بيتصدر ويصعد لما يكون له حق. طب لما يكون له حق زي ده واضح، وحضرتك بتقول محدش واقف جنبه،
مطلوب من النادي الاهلي عشان يكون قوي يعمل ايه؟ اقول لك انا اللي الناس كلها اللي مش عايزه الاهلي تروح يروح كاس العالم للانديه يا استاذ ابراهيم عايزين ايه؟ زي بالظبط السنه اللي فاتت انسحبوا انسحبوا. هو عايزك مره تنسحب ويمسك عليك موقف. هو انا وصلت كاس العالم للانديه اللي هو حلم الناس كلها وعمال اقول التاسعه والعشره عقبال ال11 عشان انسحب منه؟ هو انا كاس العالم للانديه دي مباراه وديه اقدر اعمل فيها اللي انا عايزه؟ يعني النادي الاهلي لما جه على بطوله السوبر المصري السعودي دي مباراه كانت وديه بمسمى الدوري السوبر المصري السعودي. بينيه. الاتحادين معنيين بالامر. فالنادي الاهلي طلب التوقيت اتغير عشان كان عنده ظرف مشاركه ايضا في البطوله الافريقيه. لما ما تحققش شكرا اعتذر. يستطيع هنا ده ماتش لا شاركت فيه شرف، لما شاركتش فيه انت ما ارتكبتش اي نوع من التقصير. لكن لما تيجي تتاهل لبطوله العالم للانديه اللي هي بتبقى محط انظار العالم مهما حاول البعض ان يستخف، لان اللي بيستخفوا بالوصول لكاس العالم للانديه ده واحد بيضحكني والله النهارده عشان كده بقول لك السذاجه. بيقول لك ايه؟ بطوله فيها نادي تشيلسي وانديه وانديه مغموره. ايه اهميه بقى انك انت تخش لي في مواجهه مع وقالب الدنيا ليه؟ وكانك قول له يعني كان المفروض. لا انا عايز اقول له حاجه ثانيه. يا حبيبي هو انت لما تخش الثانويه العامه وتقعد تسقط فيها ست سبع مرات تتهكم على اللي عايز ياخد دكتوراه وتقول له انت قالب دماغنا ليه ودكتوراه اللي انت عايزها؟ احنا فاضيين لك. فهو ده منطق ولا دي سذاجه؟ واحيانا وهو سقط رابعه ابتدائي. لا ادعاء سذاجه. هو عارف لكن عايز يسطح الامور. وقيس على كده. ده في ناس دلوقتي بتطلع كل دورها في الاعلام ان تعمل حاجه ساخره الناس تتهكم عليها. عليها وعليها. مش عايز اقول كده. يعني لان انا لما عرفت ببعض الاشخاص دول لان سنين طويله اعرفهم كانوا غير كده خالص، كانوا يتكلموا في المعقول. دلوقتي يبقى هو خبير وبيكلمكش في المعقول. يقول لك هو ايه هو بطوله ال طب ما يلعب النادي الاهلي. واحد يقول لك ما يلعب النادي الاهلي من غير تسع لعيبه، هو في ايه؟ عاملين دوشه ليه؟ هو المنتخب ده مش لا صوت يعلى على المنتخب. ايوه ما احنا ما قلناش المنتخب يلعب ناقص، لكن كمان اوعى تفتكر انك انت بكلامك ده هتسطح الامور او الاهلي يلعب ناقص. لان ايه يعني؟ ايه يعني ده انت متعذب مش عارف توصل انك تبقى ايه يعني؟ يعني اللي انا عايز اقوله انك انت محاولتك الساذجه ما تمشيش على حد. ايوه خالص. واللي بيتابعوك ربما بيتسلوا. وانت بتسليهم وانت عارف انك بتسليهم. قابلت الدور ده يلا كمل فيه. لكن ال 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 الوسط الرياضي لا يتحمل مثل هذه التفسيرات والذهنيات اللي بتقودنا الى عدم الجديه في كل شيء. صحيح. وكانه المفروض في بطوله العالم على فكره الكلام ده مش موجه للاستاذ محمد شبانه بس عشان ايه؟ لا شبانه بره السياق. شبانه انا بكلمه بالمنطق. يا استاذ محمد لا، النادي الاهلي ما كانش هيضغط بالانسحاب لانه مش في قاموسه. اتنين علشان البطوله دي تهمه جدا انه يشارك فيها. ثلاثه لانه شايف ان وضوح الحق يؤدي الى الحصول عليه. وده اللي احنا بنقصده في فكره قوة الحق وحق القوة. أنت لما يكون عندك موقف قد كده مستند إلى الحق فأنت قوي. ولأنك أنت قوي هذه القوة بتخلق لك حق. ما هو لو الأهلي ده ما هواش قوي على المستوى الفني ما كانش فيه مشكلة. لو الأهلي مش متاخد منه سبع لعيبة للمنتخب الأول العمود الفقري للمنتخب الأول ما كانش فيه مشكلة. لو ما عندوش عناصر للأجانب محترفين أيضا عناصر دولية ما كانش فيه مشكلة. فهي قوة الأهلي هي اللي خلقت له هذا الحق اللي بتحميه هذه القوة. لكنه الناس اللي سقطت رابعة ابتدائي اللي المهندس عدلي بيشير إليها وانتوا بتتهكموا على كأس العالم للأندية، خليكوا عارفين إنه ما هو أوروبا يا متعلمين ما ينفعش يجي منها إلا بطلها بس. أنت بتقول لي وبقية الأندية، ما ده بطل كل قارة.
مش مطلوب منك كنت تجيب تشيلسي زي بطوله الامم وتجيب ليفربول وتجيب المان يونايتد وتجيب برشلونه والريال علشان تقتنع بالبطوله. الامم ابطال القارات لما بيلعبوا بطوله حد بيستخف بيها ولا ده شرف انك تلعب في بطوله العالم للقارات كمنتخبات؟ لكنها يبدو ان هي ازمه رابعه ابتدائي في التفكير. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طالما الاهلي بيتمسك بقوه الحق تحميه حق القوه اللي دايما بيكفله. طالما انت كويس وفي عافيتك وبقوتك فانت بالتاكيد دايما وابدا في الحاله الايجابيه الافضل. طبعا في كلام كتير جدا واجتهادات عن اشكال الحل اللي ممكن تحصل. البعض يقترح او يشير الى انه الكاف ممكن يأجل كأس الأمم الأفريقية أو ينقلها فبالتالي يحل المشكلة من هنا، والبعض بيطرح احتمالية أخرى إنه دوري أبطال أوروبا مع إعلان المواعيد بتاعته وأجندته قد يحرك كأس العالم للأندية بضعة أيام فتبعد عن نقطة الاشتباك مع كأس الأمم الأفريقية. فخلال الساعات القليلة القادمة هيكون الحل يا إما من تحريك كأس العالم للأندية بضعة أيام يومين أو ثلاثة فيحل المشكلة، أو ترحيل كأس الأمم الأفريقية لموعد آخر أو نقلها. كان في اتجاه إن أتمنى ترجع للصيف زي ما اتعملت في مصر. أستاذ إبراهيم إن يكون في حل ولو أحد الحلين. فأيهما ساعات بيخاف من تدخل الرعاة وبيخاف يعني أيهما سيكون موجود في حل هذه الأزمة اللي الكابتن محمد بركات تحدث عنها في قناة المحور ووجه بسببها رسالة للفيفا والكاف. دلوقتي بعد تأكيد إن البطولة هتتلعب وإن البطولة هتتعمل من يوم زي ما قلنا 9 يناير ل 6 رجعت تاني، بقى المشكلة بقت مشكلة دلوقتي رسمي خلاص. وطبعا لحد دلوقتي ما فيش أي نوع من أنواع التنسيق خالص في النقطة دي. وأنا حابب برضو أقول إن الموضوع المفروض إن هو أسهل من كده يعني، بس الاتحاد الأفريقي اللي عايز يقدم البطولة كام يوم بحيث تنتهي قبل كأس العالم للأندية، ولا الفيفا عايز يأخر كأس العالم للأندية كام يوم بحيث تكون انتهت البطولة. كأن مثلا النادي الأهلي ده مش موجود يعني فرقة راح تمثل أفريقيا يعني ما بيمثلش مصر، يعني ده بيمثل قارة. أنت بتتعامل على أن القارة دي يعني مش موجودة يعني. أنا عايز أعرف حاجة، وبعدين أنت بتتكلمش في فريق مجرد فرقة وصلت كأس عالم، أنت بتتكلم في فرقة راح تلعب سابع كأس عالم للأندية بالنسبة لها، تتكلم في فريق الافضل افريقيا وعربيا، يعني انت بتتكلم في تاريخ كبير جدا. والله انا عاجبني كمان تركيز الكابتن بركات، ده مش بيمثل مصر، ده بيمثل افريقيا، وده اللي كنا بنقوله. هو احنا ليه مش حاسين ان حد شايل هم الليله دي وسابينها للظروف تحلها، الا اذا كان في فعلا حاجات ما بتتقالش وان في جهود تبذل ما حدش بيعلن عنها وهيبان نتائجها قريب، نتمنى هذا. لكن النادي الاهلي اللي سابع مره بيروح كاس العالم للانديه، النادي الاهلي الذي يحارب من اجل صداره انديه العالم من خلال تاهله لمثل هذه البطولات، يستحق انه يكون الممثل الافريقي لكل دعمه. هو مش مجرد نادي وصل كده اعتباطا مره يعني، لا، ده هو الممثل الاكثر تمثيلا لافريقيا في هذا المحفل المهم. ده كلام مهم جدا، واللي من خلاله او بسببه ميدو وجده حملوا اساطير الكره في افريقيا رساله مهمه. انا شايف ان النجوم الافارقه والاساطير ليهم دور، عليهم طبعًا دور طبعًا. لازم يعملوه، ان هم لازم الرساله توصل ان يجب احترام الكره الافريقيه بشكل اكبر، خصوصا ان انت كمان ميدو كان هنا رئيس الاتحاد الدولي، كان موجود في افتتاح الهدف وكان مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي ومع الاتحاد الكره المصري، وتاني يوم طلع مواعيد كاس العالم للانديه. فاعتقد ان كان لازم يبقى فيه بالظبط التواصل بينهم ويقول لا ده احنا عندنا بطوله يعني. اكيد هيبقى في حل. هل تتوقع الاهلي يروح يلعب من غير 9 لعيبه؟ هتبقى مشكله. لا تبقى مشكله الاهلي كبيره جدا يعني. انا بقول اول حاجه لازم يعملها الاهلي لو لا مفيش رد ان هو لازم يهدد بالانسحاب من البطوله. طبعا لازم، لان خلاص انا انسحب من البطوله، مش انتوا بتحترمونيش ولا بتحترموا تاريخي في البطوله.
بس ممكن تكون في مرحله جايه بعد كده لو ما فيش. انا شايف ان هو بالظبط لو هم اصروا يعني ما هددش بس ان هو لا فعلا ينسحب من البطوله، ان انت تروح تلعب من غير 10 لعيبه اساسيين عندك ويحط كل واحد قدام مسؤولياته. بالظبط. انا رديت على فكره الانسحاب دي، هذه فكره يعني يعملها النادي الاهلي لما يكون حاجه تخصه. لكن هو طب ما تقول الاتحاد الافريقي انسحب من البطوله ليه النادي الاهلي؟ يعني هو ممثل الاتحاد الافريقي بيمثل نفسه؟ لا، ده بيمثل افريقيا. اذا كان الاتحاد الافريقي يشعر انه مهمش ما ينسحبش لكن ياخد موقف. مساله الانسحاب دي هو يعني انت بتنسحب من تاريخ بالزبط. تاريخ هيجي يقول لك يعني 6 مرات، لا احنا 7 مرات مش هننسحب. شوفوا لكم حل تاني. اطمنوا شوفوا لكم حل تاني. شوفوا لكم حل تاني. العبوا غير. يعني عايزني الاعب تايسون من غير كلفظات؟ يعني بقول لك ده مش فير. لكن يعني انسحب. عايزنا انسحب. عموما بمناسبه تشيلسي ومشاركته في كاس العالم للانديه، يمكن موقع جريده الوطن منذ قليل كشف عن اللجنه المنظمه لجوائز جلوب سوكر، اعلنت عن القائمه النهائيه للانديه المرشحه للفوز بجائزه افضل نادي في العالم 2021. افضل نادي في العالم 2021. تواجد النادي الاهلي ممثلا عن افريقيا، هو النادي العربي الوحيد مع الهلال السعودي، يعني الهلال السعودي بطل اسيا موجود والاهلي بطل افريقيا موجود. ضمت القائمه النهائيه الاهلي بجانب الهلال السعودي فضلا عن بطل دوري ابطال اوروبا تشيلسي الانجليزي، كذلك مانشستر سيتي الانجليزي، اتلتيكو مدريد الاسباني، فلامينجو البرازيلي. واللجنه المنظمه لهذه الجائزه العالميه الكبيره كانت كشفت في 25 نوفمبر الماضي القائمه الاوليه للانديه المرشحه للافضل في العالم. تواجد الاهلي مع عدد كبير من الانديه العالميه الكبيره. وبيقول موقع الوطن في تقريره انه الاهلي كان نجح خلال 2021 في الفوز ببرونزيه كاس العالم للانديه في فبراير، قبل ان يحصل على كاس السوبر الافريقي في مايو، وبعد اقل من شهرين توج بلقب دوري الابطال على حساب كايزر تشيفز. اذا الاهلي ينافس تشيلسي على جائزه الافضل في العالم، يعني مش هينسحب. لا ينسحب برضه منها. ده كان يا جماعه الاهلي يستر تاريخا يعترفوا به، حتى لو قلنا ان دي مسابقات بتتعمل من هيئات خاصه او من هيئات عامه، لكنه يجذب انتباه العالم رسميا وشخصيا وفي العام وفي الخاص. عارف الازمه دي؟ شفت الكابتن طارق دياب النجم التونسي الاشهر الكبير المحلل وهو بيقول يا جماعه هو الاهلي مش رايح يمثل نفسه. ايوه. الاهلي رايح يمثل الكره الافريقيه، فحقه على الكاف، حتى بطريقه الكابتن طارق، فحقه على الكاف ان يوفر له الكاف افضل السبل وافضل الفرص لتمثيل يليق بالقاره بالزبط. الافريقيه وكبيرها. الاهلي رايح يمثل الكره المصريه، فحقه على الاتحاد المصري ان يوفر له افضل السبل وافضل الطرق علشان يروح بكامل قوته يعبر عن الكره المصريه ومستواها وحقيقتها. فقال لك قولوا اي حاجه تانية، هذا التعارض وهذا التشابك في المواعيد مسؤول عنه الاطراف اللي حطت هذه الرزنامه او هذه المواعيد، لكن ما حدش يطرح ابدا ان الاهلي ممكن تسلب قوته او منتخب مصر تسلب قوته. اللي شبكنا يخلصنا. طب قول لي يا استاذ ابراهيم، لما طارق دياب فاهم حقيقه الموقف، البهوات بتوعنا اللي بيحللوا اللي بيلقحوا كلام سواء على السوشيال ميديا او في القنوات مش شايفين حقيقه الموقف؟ شايفينه طبعا، بس بيفرزوه بانتمائهم. أيوة. بيفرزوه بألوانهم. بيتكلموا برغبات. يا ريت الاهلي تيجي منه وما يروحش يلعب وما يوجعش دماغه. هو عايزينها ده الحل اللي في رايهم، مش انه ياخد حقه. يعني يبقى طارق دياب بيلخصه تلخيص بسيط وحقيقي وواضح. ها؟ أي. واحنا عمالين نلف وندور ويقول لك هو الاهلي يا عم منتخب مصر. يا عم مين قال الكلام ده؟ ومين طرح الطرح ده؟ ومين بيقارن مين بمين؟ وانت ليه تطرح الطرح ده اصلا؟
انت عايز مساله توقيع بين الاهلي والمؤسسات، توقيع الاهلي بينه وبين الانديه. توقيع الاهلي دلوقتي مع منتخب بلده هو ده الخط اللي ماشي صدقني، فليس سذاجه ولكن استثمار للسذاجه انها تبقى سبوبه. سبوبه، ما هو قول الكلام ده هتلاقي لك جماهير تقول لك ايوه كده، امال ايه. بس انما ما حدش عايز يحلها بشكل رياضي. ولذلك مع امنيتي ان كان استاذ احمد مجاهد يطلع بدري يتكلم هذا الكلام او يتواصل مع مسؤول النادي الاهلي بدري، انما برضو وضح ان المفروض انه في حلول. نتمنى، لانه الحقيقه يعني هي فكره هذا التشابك وهذا التضاد، يمكن لو بصينا على الاستاذ ماجد نوار الناقد الرياضي الكبير قال في الجمهوريه انه هل في مؤامره على الاهلي؟ انا مش مع هذا التفسير، يعني مش مع فكره انه في مؤامره، لا، ربما في اهمال من الاتحاد الدولي لقيمه البطوله الافريقيه كاس الامم، فبالتالي بيحط بطوله اثناها دون اي مراعاه. وربما في عدم اهتمام وعدم اكتراث من الاتحاد الافريقي بانه عنده ممثل يشارك في كاس العالم للانديه، فلازم أن تتاح له الفرص الكامله ومنتخب مصر ياخد الفرص الكامله والانديه اللي منها لعيبه محترفه في النادي الاهلي تاخد الفرص الكامله للمشاركه مع منتخباتها. ما احناش بنتكلم فقط على مستوى الاهلي ومنتخب مصر، لكن الاستاذ ماجد كان اشار الى انه يمكن كتب في الجمهورية هل هناك مؤامرة على الأهلي؟ يعني ما أعتقدش أبدا الأمر فيه ما يدعو لهذه أو لهذا التفسير، لكن أكيد الكرة المصرية الكرة الأفريقية لا تحظى بالاهتمام الكافي لدى أسرة الفيفا، برغم أن واحد زي متسبي نائب رئيس الاتحاد أو رئيس الاتحاد الأفريقي يشغل مقعد نائب رئيس الاتحاد الدولي. فزي ما بنحترم الارتباطات الأوروبية والارتباطات اللاتينية، عليهم أيضا احترام الارتباطات الأفريقية. ده كان كلام مهم. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. سيبكم من كل الناس اللي بتدفع للأهلي في أزمة، وإنه منتخب مصر ومين اللي التاني ومين اللي المفروض يساند، وحاطين الأهلي قدام منتخب مصر وعشان يدفعوا الأهلي للانسحاب اللي المهندس عادل قال لهم العبوا غيرها مكشوفة. لكن حقيقي الرأي المهم زي ما قلت لكم قبل الفاصل كان من النجم التونسي الكبير كابتن طارق دياب. نشوف. المفروض هو ممثل افريقيا ولا الاهلي؟ بالضبط، ممثل افريقي. المفروض ممثل افريقيا نساعدوه احنا، مش نخرجوهم الدوري الاول. أنا بالعكس، هو لازم نساعدوا نادي الاهلي، نعطيه الوقت باش يحضر، نعطيه الوقت باش يرتاح، نعطيه اللاعبين الراحه الكامله، والاهلي يشارك افضل لاعبين نتاعو. لازم، اعتقد لازم لازم حتى على المستوى التسويقي كابتن طارق، حتى على المستوى التسويقي، كاس امم قاريه مع كاس عالم الانديه وتتضارب في التوقيت، حتى على المستوى التسويقي غير جيد. غير جيد. حتى البث التلفزيوني كل شيء يعني. اي لكن لازم يغيروا، لان مع هذا الساعه الوقت يجري وقريب، معناتها كاس افريقيا على الابواب وكاس العالم على الابواب، لازم يغيروا. ولازم الاهلي والاتحاد المصري، يدخلوا هذا. مش معقول لاعبين يلعبوا في المنتخب والاهلي يلعب بدون، ونعرفوا ان هناك 6 أو 7 لاعبين على الاقل من الاهلي يلعبوا في المنتخب المصري. احنا التشكيله الاساسيه للمنتخب المصري، محمد الشناوي الحارس، محمد هاني ظهير الايمن، معايا يا ربيع المحور الدفاع، لا ما فيش في الاهلي، عندك علي معلول يلعب في تونس، حمدي فتحي 3، محمد شريف 4، محمد شريف 5، محمد شريف 5، أفشة 6، هذول موجود حاليا على الاقل في كاس العربيه. تكلمت على ايمن اشرف؟ اي ذكرته ايمن اشرف من البدايه. اوكي. وعلي معلول يلعب مع المنتخب التونسي كاس افريقيا. اي وعلي معلول مع المنتخب التونسي وديان. طبعا كان الاستاذ ابراهيم علق لكم على هذه المداخله، وانا قلت لكم اذا كان الراجل شايف المساله بوضوح وببساطه، لكن في عمق جديد. قال جمله الحقيقه مهمه جدا، قال ده اكثر المضارين من تداخل المواعيد الاتحاد الافريقي نفسه في الحقوق،
والاتحاد الدولي في الحقوق، حقوق الرعايه هتاثر على بعضها، يعني اضعاف الفرع المشاركه هيضعف عمليه الرعايه في هذه البطولات ومصداقيتها مستقبلا. يعني انت اما تيجي بعد كده الرعاه عايز يسوق هيشعر ان انت مش ما دفعتش عن بطولتك، انت ما دفعتش عن بطولتك بالشكل الواجب. الحقيقه هي كمان قيمه النادي الاهلي، لانه قيمه الاهلي في البطوله بالجاليه المصريه بالجماهير المصريه بالزخم الاعلامي بالتاثير اللي بيحققه النادي الاهلي في الظرف المكاني في المكان حدث ولا حرج. شوفوا لما تيجي الشهاده بشان الاهلي وقوته من النجم الفرنسي الكبير والمدرب الكبير ألان جريس كيف يرى الاهلي ولاعبيه؟ رايه في علي معلول لاعب المنتخب التونسي ولاعب النادي الاهلي بقى له فتره كبيره، علي معلول في النادي الاهلي. انه لاعب هام جدا للاهلي ودائما يشغل مكانه ثابته، والان هو له الكثير من الخبره، وبالفعل عاد الى المنتخب التونسي، واعتقد انه من المحتمل ان لا يلعب اساسي لكنه فريق لاعب قوي. يعني عايز اسال مستر ألان جريس، علي معلول بقى له فتره كبيره جدا في النادي الاهلي وهو اكيد عارف الكلام ده ان هو كان ماسك علي معلول في المنتخب التونسي، شايف ان علي معلول من اللعيبه او يعني يكمل في النادي الاهلي ولا ينتقل لنادي اخر وطموح اخر؟ اسمعني، الاهلي فريق كبير، اعتقد ان استمراره بالاهلي افضل لاعب افضل فريق في افريقيا قادر على الفوز ببطوله الافريقيه بطوله كاس الابطال، وايضا فاز بكاس السوبر، انه فريق كبير ويضاهي الفرق الكبرى في انجلترا او اسبانيا. وبالفعل اعتقد انه فريق كبير، لا يجب ان ننسى ذلك. الله، ده الان ما طلعش نادي مغمور اهو، ده هي اكبر الفرق في اوروبا وفي امريكا وفي امريكا اللاتينيه. والذي يرى هذا ألان جريس الظهير التاريخي لفرنسا الفائز ببطوله العالم لكره القدم والمدرب الذي تمرس في الكره الافريقيه ودرب منتخب تونس، يرى ان الاهلي يضاهي اقوى الفرق الأوروبية هي بتوع الأندية المغمورة. عموما يعني الكلام ده والحديث من النجوم العالميين الكبار من بره مصر عن النادي الأهلي بيفكرنا بحكاية نادي القرن برضه. وعلى ذكر نادي القرن احنا بقالنا 21 سنة في القرن الجديد والأهلي والحمد لله متصدر ويسعى للضغط على ريال مدريد علشان يسترد الأكثر تتويجا في العالم. بس عايز أقول لك حاجة، بإذن الله احنا الأهلي يفوز بالقرن 21 إن شاء الله، لكن في القرن ال 22 هتجد ما احنا كنا نستحق في القرن ال 15 الحقيقة. الدكتور عالم صلحي وزير التموين سأله الزميل العزيز الأستاذ خالد ميري في برنامجه كلمة السر في فضائية صدى البلد عن حكاية نادي القرن اللي المفروض وزارة التموين بتمنحه. نشوف رد وزير التموين. مين نادي القرن بقى، الاهلي ولا الزمالك؟ لا ما هو تم رفض الطلب بتاع نادي الزمالك لسبب انه ما كانش فيه اي نوع من الجاستيفيكيشن يعني الاساس اللي مبني عليه. انما النادي الاهلي لما قدم، وانا الموضوع ملوش اي علاقه بالاهلي ولا الزمالك، له علاقه بتسجيل علامه معينه او رمز معين. احنا في النهايه في شركات عالميه بتيجي تقول انا عايز اسجل ده يكون محلي عندنا، نقول له لا. نفس العمليه لو حد عايز يسجل حاجه محليه لازم نعرض عالميا عشان نتاكد. والله كلام بسيط جدا واضح جدا من الوزير المسؤول عن تسجيل العلامه التجاريه، هو يسجل عندما اراد الزمالك ان يقول انا نادي القرن، راح لوزاره التموين قال لهم انا نادي القرن سجلوا لي العلامه، قالوا له لا بعد بحث الموضوع. ليه؟ التوضيح بسيط اهو، عندما قدم الاهلي كان يستند الى وثيقه دوليه بتقول ان هو نادي من الاتحاد المعني، وثيقه دوليه الجهه المعنيه
لكن الزمالك لم يقدم ما يدعم ان في مين اللي منحك هذا اللقب غيرك، انت حر مع نفسك، لكن ما نقدرش نسجل لك هذا. وقال الموضوع ملوش علاقه بالاهلي والزمالك، ده احنا لما بيجي لنا شركات عالميه او شركات كبرى عايزه تاخد تسجيل علامتها التجاريه ان لم تستند الى اساس علمي دولي رسمي ما نقدرش نسجل لها العلامه بتاعتها. واضح ولا نخش تاني في الانديه المشهوره والانديه المغموره؟ ايوه انت بتروح كاس العالم 7 مرات، انت احسن نادي في افريقيا، انت تالت العالم مرتين، بس انت مغمور مش مشهور زيي. يلا يا استاذ ابراهيم. ده كان كلام مهم جدا، لكن يبقى هناك الكثير بعظمة لسانه العرب وشرف القيادة الأهلوية. الحقيقة كأس العرب الرائعة في الدوحة حاليا، واللي المنتخب مصر تأهل ليها لمواجهة نسور قرطاج يوم الأربعاء إن شاء الله، فيها ظاهرة لافتة جدا عن قيمة وتقل فرقة النادي الأهلي، إنه 3 من المنتخبات العربية المتأهلة للأدوار المتقدمة كابتنهم لاعيبة النادي الأهلي. بدر بنون كابتن المغرب، وشفت دوره وتأثيره في المباراة الأروع في البطولة، المغرب والجزائر، واحدة من المباريات الكبرى، ومن هداف الفريق ده جاب 3 أجوال. وبدر له هذا التأثير مع الفريق كقائد وأيضا كهداف. أيضا من النادي الأهلي علي معلول، اللي سمعته رأي ألان جريس الفرنسي فيه، وإزاي هو لاعب مؤثر جدا في بناء الفريق التونسي، بيجهز علي معلول يقود المنتخب التونسي في الدور اللي جاي النصف النهائي. منتخب مصر يقوده عمرو السولية بكل القدرة والكفاءة والنضج. الحقيقة اللي كل الناس بقت مبسوطة انه عمرو السولية قد كده بقى، عنده نضج وعنده شخصية وعنده قدرات وسمات قيادية واضحة جدا، يمكن من ساعة الاسيست اللي عمله لشريف وهو بقى فتحة خير عليه، بقت عنده ملكات عالية جدا في القيادة وله دور مؤثر في الفريق. كابتن فاروق جعفر لما تحدث كمان عن تأثير محمد شريف في قيادة منتخب مصر كان له رأي مهم نسمعه. محمد شريف كان منتج امتى؟ لما دخل مهاجم بيلعب رقم 9، لما كان بيلعب في البداية ما نزله لعبه ناحيه شمال، ما كنتش بتاخد منه منتج. لما حطيته في الحته دي انت حطيته في مكانه، وظفته في مكانه اللي هو مع دي امكانياته وقدراته اللي معروف عنه ان هو لعب رقم 9، لما دخلته جوه وطلعت مروان، هنا بدا المنتخب الشكل بتاعه يتغير، بقى في استحواذ. عمرو السوليه النهارده بيأدي بشكل كويس جدا، من افضل اللعيبه الموجودين في الملعب عمرو السوليه، لعيب بيشتغل بشكل كويس، عنده خبراته وبيقدر في توقيت معين انت محتاج الهجمه، محتاج السيطره، الاستحواذ هادي، عارف بيعمل ايه في الملعب وانت محتاج حد زي ده. طبعا انا عايز اقول لك حاجه، كابتن فاروق لمس ان ربما الاكثر انصافا واستفاده من قدرات محمد شريف ان يبقى راس حربه. لكن برضو عايزين نوضح نقطه، هو ليه بيلعب محمد شريف طرف؟ انه دايما بيقطع على جوه، لما تبقى الهجمه من الناحيه دي بتلاقي محمد شريف في مركز راس الحرب واحرز هدفا في مباراه السودان. يتكرر الامر عشان تعرف انها مساله تكتيكيه مظبوطه، وان انا راجل لما بتفرج بفكر برضه. احمد رفعت الجون اللي جابه الثاني بتاع في ماتش الاردن جابه منين؟ من مركز راس الحرب. كسر على جوه وخد التمريره اللي بالخلف، هو اسلوب، لكن بيظلم اللاعب اللي هو راس الحربه الاساسي اللي محتاج ان يكون موجود هنا عشان يقدر يعني يستفيد من مهاراته الخاصه. ولكن احيانا مفيش مانع ان العام يفرض رايه على الخاص، يعني المصلحه العامه تفرض رايها، انما سواء هو طرف سواء راس حربه هو لاعب لا غنى عنه في منتخب مصر. الحقيقه كمان عمرو السوليه زي ما قلت لكم، وهذا التاثير مهم جدا ليه، بقى حدوته وبقى بيستحق فعلا كل هذه الاشادات، ونشوف راي كابتن ميدو فيه. مصر في البطوله دي كسبت قائد جديد وهو عمرو السوليه،
يعني انا شايف نضوج او حصل نضج كبير جدا لشخصيه السوليه في الملعب وحوالين الملعب. انا النهارده شايف في فعلا قائد حقيقي لمنتخب مصر. والسوليه ممكن يكون قبل كده ما كانش مبين الحته دي. البطوله دي مصر عندها كابتن فرقه. كابتن فرقه قائد انا حاسس بيه. حاسس بيه ان انا بحس باللعيب اللي عنده شخصيه. بيتكلم مع اللعيبه وفي الاوقات الصعبه هو اول واحد موجود. مصر كسبت قائد جديد في عمرو السوليه في بطوله كاس العرب. وهو ده اللي مصر محتاجاه. محتاجه لعيبه عندهم شخصيه والسوليه اصبح يعني قائد فعلا للمنتخب. وهو ده تملي الكلام اللي احنا كنا بنقوله، القياده ليست شاره تعلق في اليد ولكن مسؤوليه تمارس داخل الملعب وخارج الملعب وتمارس، وكلما كانت حاسمه وهادئه وفي التوقيت المناسب بالشكل المناسب كلما كان صاحبها اكثر جداره بتحمل هذه المسؤوليه. انا مش مع فكره ان دي حاجه جديده ظهرت في عمرو السوليه، هي حاجه ظهرت لما تحمل هذه المسؤوليه لانها سمات شخصيه فيه. هو شخص موزون داخل الملعب وخارج الملعب ويتحمل المسؤوليه ولا يدعي ولا يمثل، لكن دايما ولذلك عمرو السوليه يتارجح بين السبعه والتسعه واحيانا اكثر من تسعه من عشره في ادائه. ليه؟ تحمله للمسؤوليه، تاثيره على زملائه بالهدوء والقناعه والتدخل المناسب. استاذ ابراهيم هتجد ان كل الناس اللي اتكلمت تسمع راي ابراهيم فايق ما انا بقول لك هتشوف ابراهيم وحسن مستكاوى يعني مع احترامي للجميع، لكن نشوفهم كل واحد لمس ايه في جانب من الجوانب نشوف ابراهيم هذه الجداره. يعني عمرو السوليه اصبح يغرد بقوه في مساله قياده المنتخب. شخصية عمرو السولية يا جماعة اللي متابع حالة التطور اللي حصلت لعمرو السولية خلال الموسمين ثلاثة اللي فاتوا يتفاجئ. السولية اتنقل نقلة قيادية بالإضافة لشغله الفني مميز جدا جدا جدا، فبقى عندك فعلا قائد في نص الملعب. سمات القيادة في الشراسة، في التوجيه، في الأداء المنضبط، في توجيه باقي زملائه في الملعب، يديلك انطباع قد ايه حاله التميز اللي وصل لها عمرو السوليه، وهو يستحق عن جداره ان يفوز اليوم بجائزه افضل لاعب في المباراه. رجوله واداء وتركيز، يعني وهو يؤدي هذا الدور العام لم ينشغل عن اثبات جدارته وتاثيره الشخصي والفردي في تحمله مسؤوليته الفنيه. تاني مره يفوز بافضل لاعب في المباراه. والحقيقه بعد المباراه عمرو السوليه لما اتكلم ارجع كل حاجه لزمايله. هو دي الشخصيه بدل الجائزه هديه لزملائي، زملائي هم اللي ساعدوني، انا بحاول اساعد الفريق، وبالتالي احنا فرقه واحده، كل هدفنا خدمه المنتخب في البطوله وازاي نقدر نحقق كل طموحاتنا. ده كان كلام مهم جدا عن لاعب مهم قوي ضمن ثلاثه يقودون منتخباتهم من لاعبي النادي الاهلي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نجوم ثانيه متالقه. ما تخافش على الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. شايفين من مكاسب البطوله وشايفين هذا الاداء الرائع لمنتخب مصر اللي هو ما كانش هيتحقق لانه في لعيبه فعلا على مستوى الكفاءه ومستوى المسؤوليه ومستوى الحدث. شفنا عمرو السوليه وهذه الاشادات الكبيره بيه، لكن ايضا حمدي فتحي. حمدي فتحي واحد من اللعيبه المؤثرين جدا. ده مش راينا، رأي الأستاذ حسن المستكاوي اللي بالمناسبة بنقول له ألف ألف سلامة عليك. يمكن منذ قليل كتب الأستاذ حسن المستكاوي على صفحته أنه أصيب بكورونا، بنقول له بسيطة إن شاء الله وألف ألف سلامة. وأيضا يا باشمهندس تمنياتنا بالشفاء للناقد الرياضي الكبير إبراهيم حجازي. الأستاذ إبراهيم حجازي اللي قد في العناية المركزة من توابع كورونا بعد ما كان شفي منها فيها بعض التوابع. ربنا يا رب يتم له الشفاء على خير بإذن الله، وألف سلامة للأستاذ حسن المستكاوي. ونشوف رايه في حمدي فتحي. حمدي فتحي عشان بقى اجيب لك من الاخر، احسن لعيب في الدوري المصري
في اخر لغايه كل الاسابيع اللي لعبها. يا بختك يا حمدي يا فتحي. لا 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 لا, لا حمدي فتحي بقول لك بجد يعني احسن لعيب في الدوري المصري بجد بقى لعيب كوره ده حمدي فتحي الماني ده لعب في بايرن ميونخ. يا فرحتك يا حمدي يا فتحي. لا لا دي الحقيقه انا قلت كده من زمان. تصريح جامد جدا من الاستاذ حسن ده. لا 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 ده وانا ممكن اقعد اشرح لك بقى ليه انا بقول كده. في ماتشات الاهلي بيعمل ايه ولعب امتى ويبقى في ال 18 لل 18 بتاعه المنافس. لا وشويط وتاكلر بيعمل تاكلينج كويس جدا البلاي ميكر. لا 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 ورئته عاليه يعني. لا انا معجب بحمدي جدا حتى الان ما عنديش مجامله يعني. راجل ما عندوش مجامله بالشكل الفني يحلل الامور. قال حمدي فتحي يستطيع ان يلعب في اوروبا حتى رشح له بايرن ميونخ. بس الاهلي ما عندوش لعيبه يا استاذ ابراهيم. الاهلي مغمور. الاهلي مغمور ولعيبته مش احسن حاله والاهلي ما عملش سكواد كويس. السكواد طيب. منتخب مصر بقى عنده مواجهه صعبه مع نسور قرطاج. نشوف الموهوب وليد صلاح الدين ازاي يضع الروشتة لتخطي نسور قرطاج. نتعامل ازاي بقى مع ماتش تونس؟ بص رقم واحد اولا لازم ندرسهم كويس. مهم جدا ان احنا ندخل بروح عاليه. احنا لاعبين 120 دقيقه هم مريحين عننا مريحين يوم ومريحين لاعبين مباراه 90 دقيقه. 90 دقيقه احنا مجهدين بشكل كبير جدا. ثلاث ارباع اللعيبه رجليها شدت يعني. الشناوي ان شاء الله نطمن عليه. حمدي فتحي ما اعرفش ايه الموقف. قفشه راجع من اصابه. السلاية برضه يتخاف عليه كله طبعا. السلاية مجهود كبير طبعا مجهود كبير جدا. الفكره ان لازم ندخل بروح عاليه جدا ونحاول بقدر الامكان نخلص المباراه دي بدري او يعني على الاقل ان شاء الله ربنا يكرمنا احنا بهدف ونرد نص ملعبنا ونلعب على الهجمات المرتده. فدي نقطه مهمه جدا ان احنا ما نطولش المباراه. كل ما نطول المباراه ده مش في صالحنا لان منتخب تونس مستريح. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لازم مستر كيروش مع الجهاز الفني يلاعب كل واحد في مكانه ويكون في تركيز شديد. طيب هو لمس نقطة يعني مهمة الكابتن وليد إن المنتخب الوحيد اللي ما لعبش 120 دقيقة في دور الأربعة لا وقطر برضو. يعني قطر وتونس مش هيبقوا عندهم الإجهاد اللي موجود عند الجزائر ومصر. أيوة طبعا. يعني الماتش لو عدى 90 دقيقة من رأي كابتن وليد انه مش هيبقى في صالح المنتخب المصري. يعوض هذا ايه؟ ان برضه ما هو انت الحاجات اللي كانت بتؤخذ على كيروش انه ما لعبش بالسكواد الرئيسي بتاعه لحد دلوقتي. حلوة السكواد دي. وانه عمال بيجرب شباب جديد بيثبت جدارته كل حاجة. لكن الفرقة بالقوام الذي يظنه او يتصوره النقاد والجماهير ما لعبش لحد دلوقتي الماتش الكامل. هل دي مقصوده من كروش انه يريح ويعمل روتيشن وكده؟ برضه كويسه الروتيشن. ايوه انا الولاد بيعلمونا حاجات كتير المره دي. والريمونتادا وشات حاجات حلوه. فانا بقول ان بس ايه تكسب في الوقت الاصلي تكسب في الوقت الاضافي اكسب والمهم وصل الفاينل واكد جدارتك. ونختلف مع كروش يا سيدي وبعدين نبوس راسه في الاخر مفيش مشكله. بس مصر الواحد لما بيتفرج على يا رب ان شاء الله مصر ما بي مهما قلت لي دي بطوله ما يعني شرفيه بطوله لا العب ان شاء الله عشان تكسب. الحقيقه الاستاذ حسن السكاوي ما انصفش بس حمدي فتحي ده اختار ثلاث لعيبه تقريبا ما لهمش بدايل. نشوف هم مين. عمر كمال يقدر يلعب على اكرم توفيق؟ لا صعب يعني دفاعيا. لا اكرم احسن. محمد الشناوي يمثل كام في الميه من قوه المنتخب النهارده؟ هايل. هو بقى له ما شاء الله بقى له فتره هو طبعا هايل على طول يعني. بس النهارده لا النهارده في جونين شالهم يعني. هل حضرتك في تغييره معينه غيرت الماتش من وجهه نظر حضرتك؟ قفشه طبعا مهم جدا. قفشه تغييره قفشه انا شايف أساسية. اهم لعيب في المنتخب صراحه. قفشه أنا شايف النهارده بيشوف الملعب كلمه السر. طبعا. وبلاي ميكر مش تقليدي.
يعني ايه يعني مش 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 بيقف ويستنى ويبص ويقول ويشاور مش عارف مين نروح هناك لا بيشوف الملعب وتمريرته بعدين خفيف الحركه او بيتحرك كويس قوي وده مهم جدا يعني يعني هو فعلا بلاي ميكر مش تقليدي يعني وهداف وبيشوف الجون قفشه لعيب مهم قوي بالنسبه للمنتخب يعني الكابتن حسن يرى ان اكرم ملوش منافس في مركزه ان طبعا قبل كده قال لنا رايه في حمدي فتحي وان هو يلعب في اوروبا لكن بيشوف ان قفشه لعيب خفيف على فكره قفشه لعيب مهم جدا ليه تشعر باهميته لما يكونش موجود في الملعب يعني انت يمكن اللي سرق عينك ان الثلاث تعديلات اللي نزلوا شريف ورفعت ومروان تحركاتهم كانت واضحه في الناحيه الهجوميه واحرزوا اهداف مهمه ولكن اللي يخليك تشوف الملعب اتغير قد ايه لما نزل قفشه الديناميكيه الترابط الكفاءه ابتديت تسيطر على الملعب ازاي والوصول الى المرمى ومساعده زمايلك ان يظهروا في احسن حالاتهم هو ده تاثير اللي تقدر تقول عليه ولذلك انا معاه في ان الشناوي واكرم وقبليهم حمدي وقفشه ويعني مهمين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب الشناوي كحارس بقى وتاثيره كان الرأي المهم جدا لمدربه في النادي الأهلي كابتن طارق سليمان نشوف رأيه في الشناوي دلوقتي ايه الشناوي لحد دلوقتي انا شايفه يعني اربع مرات اللي لعبهم يعني فارق قوي مع منتخب مصر الشناوي دايما ما شاء الله مع يعني في اخر ماتشاته سواء مع النادي الأهلي او مع المنتخب بيقدم اداء متميز جدا في نقطتين مهمين جدا يعني نقطتين فاصلتين في المباراه النهارده كورتين الشناوي اللي طلعهم في الشوط الاول زائد الهدف اللي جبناه نقطه تحول المنتخب في الوقت الضايع في الشوط الاول او في نهايه الشوط الاول اللي فرق النهارده كمان ان في عزم المنتخب مضغوط والشناوي مضغوط وبيطلع هادي وبيزق الفرقه الشناوي هادي يعني كابتن. يعني في توقيت زي ده تحس ان الجون الدرب لا خالص هادي والفرقته مضغوطه وبيزق الفرقه يعني عارف يا كابتن بالبلدي كده الشناوي ده ما بيرميش الفوطه بدري ما برماش خالص حتى لو انا مش فاضل في خمس ثواني معلق ماسك في الماتش لا لا حضرتك الشناوي ما شاء الله يعني تحركاته وتمركزاته تحت الخشبات بيصنع الفرق دايما يعني بالله عليكم اراء الخبراء والتركيز على اهم لعيبه في المنتخب وتاثيرهم على المنتخب عامل ازاي وتحط معاهم فتوح والونش لعيبه لا غنى للمنتخب عن السبع لعيبه دول ولا ست لعيبه ونص وبالإضافة إلى فتوح والونش عايزين دول بقى يغيبوا عن النادي الأهلي والأهلي يلعب وإيه يعني أستاذ إبراهيم يعني الحمد لله إن الـ 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 الإنصاف جاء من الخبراء مش الإنصاف الحقيقة تظهر أيوة. لأنه الحق الذي تحميه القوة والقوة التي يغلفها الحق دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله تصبحوا على خير.